بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فريق ابتسم نرحب فيكم في الحلقة 24 من برنامج همسات الثويني في جزءه الثاني، وعنوان حلقتنا لليوم صندوق الذكريات. شلونك دكتور؟ طمنا عنك. خير، الله يحفظك ويبارك فيك وجميع من يتابعنا. انت طمني عنك، شلون امورك؟ الحمد لله الحمد لله بخير ونعم. الحمد لله رب العالمين. اليوم حوسه، اوه فمحتاجين نحرك الوقت شوي اسرع علشان نقدر نعرض كثر ما نقدر ان شاء الله من الصندوق. بسم الله. فايش سؤالنا رايك؟ وإحصائيتنا الأولى اليوم إن شاء الله راح توكل على الله. تكون الذكريات تعني لك. عندنا أربع خيارات، 44% تقريبا اتجهوا إلى التاريخ، 27% اتجهوا إلى الكفاح، 16% اختاروا التحفيز، أما 13% الباقي اختاروا الافتخار. وفهد، انا اضم صوتي لصوت كل من اختار. كل هذا هو جزء من الذكريات، لكن ما شاء الله كالعاده جمهورنا الراقي الاغلبيه راحوا مع انه هو تاريخ، وفعلا هو روايه شخصيه. كل سبحان الله فهد، كل انسان له سيره ذاتيه مميزه، بغض النظر عن الاخفاقات وحالات النجاح، حالات الاخفاق والمعاناه، لكنها هي روايه. نعم رواية جميلة خاصة يستطيع من خلالها أن احنا ما لا ليس الهدف تأليف كتب، وإن كان هذا مشروع وهذا شيء جيد، لكن الهدف منه هو أن كل إنسان فعلا عنده تاريخ جميل ممتد وفيه كفاح، وأيضا ممكن يستخدمه للتحفيز والتحريك، وأيضا له الحق أنه يفتخر بالإنجازات اللي ربي سبحانه وتعالى يكون وفقه فيها. شو تقول إحصائيتنا الثانية فهد؟ ثانية دكتور، تقول هل أنت ممن يحب تكرار حديث الذكريات؟ شارك ويانا تقريبا 700 شخص دكتور، نعم 71% منهم قالوا نعم، أما 29 باقي اتجهوا إلى لا ما نحب. يمكن كلمة تكرار هي اللي غيرت شوية، لكن إحصائية نعم كبيرة جدا عندنا 70% الأغلبية يقولون نعم نحب. هدفنا اليوم يا فهد احنا مو لذاتنا، مو مهم أنا أحب أتكلم عن ذكرياتي ولا ما أحب أتكلم عن ذكرياتي. اليوم إنما نصيحتي اليوم، أي إنسان مربي، أي إنسان له دور تربوي، سواء مسؤول على مجموعة موظفين حاب أنه هو يشارك معاه في ناحية سلوكية، آباء وأمهات يودهم يدارون عيالهم، معلمين ومعلمات ودهم كذلك يحفزون طلبتهم، المشايخ العلماء كذلك، إلى المربين أو البرامج التربوية اللي مثل نقدمها. نعم جميل واحد يكون عنده صندوق، أسميه صندوق ذكرى. طبعا هو شوي ثقيل بس ما عليه، انا بس عشان الناس تشوف انا عندي صندوق. ما شاء الله. ايوه صندوق وفل مليان، يعني هذا ممكن اقعد اسولف فيه يا فهد حلقه ثنتين 20 50 60 حلقه. وعندي نعم صندوق ثاني اسمه صديقي. طبعا اللي كانوا متابعين برامجي التلفزيونيه يعرفون الصناديق هذه شنو هي. وانا ايضا تكلمت اليوم، ودنا نتكلم عن، انا ودي كل مربي فعلا يعمل له صندوق ويحط له هدف. هذا الصندوق إما تحط فيه مراحل التحول في حياتك، تحط فيه كل مرحلة من حياتك، تحط فيه النجاحات، تحط فيه الأمور الأسرية، كيفك، هذا صندوقك. لكن هذه مادة جميلة ورائعة تقدم للبنين والبنات. نعم على سبيل المثال أنا عندي كاب بسيط، لكن هذا عمره 36 سنة، ما شاء الله. 36 سنة وانا محتفظ فيه، ولا قصة عندي وفيها جانب استحي اقوله قدام الناس. هذه فنيلة مكتوب عليها بالفرنسية احب القدس، انا احب القدس. هذه ايضا اهديت لي قبل 20 سنة تقريبا، قبل 20 سنة ما شاء الله محتفظ فيها ولها قصة، بس ما عندنا وقت نقول القصص الحين كلها. تعرف هذا فهد شنو؟ هذا حق الصوت طلع منه مثل اي الكاسيت. احنا 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 قبل عندنا شيء اسمه كاسيت، ما عندنا نفسكم تليفونات، اكو ترى عيال ما رايك فيني يعرفون. وانا عارف دكتور. تعاد غير ما شاء الله عليك. الحمد لله. ما يدرون عيالنا ان احنا كنا نسمع هذا. طبعا اللي قبلنا كانوا يسمعون بكرات، بكره كبيره، احنا نسمع هذا
نفتح جهاز كبير، طبعا هذا الجهاز يعتبر يعني صغير ومميز لكن احنا عندنا نفس على نحطه الشريط داخل ونشغل تصدق ما طبعا، وبعدين تسمع. والتي القاها الدكتور محمد الثويل، والان نترك بسم الله الرحمن الرحيم. حط لها سماعه وتشغل. الحمد لله رب العالمين. اذا هذا جهاز وهذا شريط، عيالنا ما يعرفون ان في كاسيت وفي شريط، على بالهم نفس التلفونات من الان. هذا جهاز عندي قران واذان. هذا جهاز، هذا ما اعرف الصراحه. اي ما جهاز، جهاز شو كبره كبير الحين، جهاز الحين تليفونك فيه كل شيء. هذا جهاز كنت احطه وانا اسافر برا بروحه، ياذن على اوقات الصلاه، وفي قران اشغله يقرا القران كامل. شوف جهاز كبير لكن هذا عمره فوق العشرين سنه. اذا الصندوق هذا يروي روايات، عندي ملفات، عندي هذا ملف الدورات، دورات عندي 12 عنوان للدورات، عندي ملف قصاصات تاريخ الرياضي، هذه قصاصة من الصحف وصور شخصية، هذا ملف فيه ممكن تتكلم عن تاريخك الرياضي. هني اتكلم عن البرامج التلفزيونية، يمكن اللي متابعني قبل يعرف. خل اطلع لك بعد. تذكرون برنامج تواصل، وتذكرون برنامج الطريق للقلوب، وتذكرون برنامج الحياة حلوة يا شباب، من اشهر برامجي، وتذكرون ضاعف وزنك، وفي عندي وفي اشياء مكتوبه. طبعا هاي مثلا ايش مكتوب؟ اوصيك بتقوى الله ثم امك، هاي نصائح قديمه كلها عمرها اكثر من 10 سنوات. وفي عندي وحده هني فيها رساله خاصه، ذكرني فيها في نهايه الحلقه اتكلم عنها، هذه بخليها عندي هني لان هذه رساله جدا مهمه لها علاقه بالذكريات. كذلك فهد عندي مجلس تعاون الخليج، هذه هديه اهداني اياها احد شباب البحرين، يعني بالرصاص، فنان شاب فنان، حط فيها اسمي على دولة الكويت مع اعلام مجلس التعاون الخليجي، وان شاء الله طول عمرنا نظل بهذا الشكل الجميل، ابيض واسود ولا بالملون. الصندوق فيه كذلك رحلتي مع لعبة المبارزة، انا اعتزلت في يوم 7/4/1988 تاريخي ورحلتي، هذا موجود. فهد ربي ان شاء الله يعني يعينكم. تدري هذا شنو؟ هذه رسالتي للدكتوره، هذا جزء من تاريخي. شهادات العلميه تقدر تحط، انا بس اقول حق الناس تقدر تحط الصندوق الماجستير والبكالوريوس موجوده ايضا هني اللي يحب يشوف. فانت لما تقعد ويا عيالك ويا احفادك ويا طلبتك تعرض، بس تطلع قطعه وقعد سولف. كذلك عندي هذه هديه من شهيد كويتي شاب عبد الله الحداد زميلي، استشهد في حرب الخليج لما صار الاعتداء على الكويت. كذلك عندي فهد على السريع، انا يعني بس انا ادري انه لكن مهم، اول كتاب الفته رسمي فن التعامل مع مرحله المراهقه، الكتاب الجميل ايام وكله جداول فعلا تبسط مرحله المراهقه بسطا كاملا. انا عندي وايد اشياء، طبعا عندي ايضا اوراق لها علاقه بالاسر، لما انا انأسرت وانا لي تاريخ مع الاسر، يعني انا اسرت في الحرب في الغزو اللي صار على الكويت. وعندي كذلك هذه اهداء من محمد الشبل، اصغر خطاط في العالم، ايضا عندي وياه ولا قصه اقدر انا ارويها. فهد عندي اشياء جميله، شو اقول لك؟ عندي ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقليد لختم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اهداء ولا قصه، وهذا الاهداء يعني من شخص عزيز علي من المملكه العربيه السعوديه، ربي يحفظهم كلهم اهلنا واحبابنا، ولا مناسبه كلام هذا قديم فوق 15 سنة. الصندوق يا فهد مليء مليء مليء. أقول لك بعد خليني أوريك شيء. خليني أقول لك دكتور، إي تفضل. إي هذه أيضا هذا كأس الفوز بالمركز الثاني بطولة المبارزة سنة 1983 على مستوى أمريكا وكندا. أنا كنت الثاني. فهد أول ميدالية حصلت عليها، أول ميدالية حصلت عليها كمبارز المركز الثاني فضية 1975. بعدين اخر ميداليه 85 86 كانت فضيه ثانيه على الكويت بعد ما رجعت من الدراسه. واول مركز رسمي اخذته خارج الكويت مركز الثاني ميداليه فضيه. ظهر بس بعيننا ذهبي دكتور، فوق الذهب. طب الذهب موجود، الذهب موجود، بس التاريخ يقول الاولى والاخيره كلهم فضه.
فضة فضة حلو ترى بعد زين يعني. فشنو اطلع لك؟ عندي شيء، شنو تتوقع هذا فهد؟ من شكله شنو هو؟ تراب. تراب، تدري هذا من وين؟ الاقصى. هذا تراب ارسل لي من فلسطين المحتله، من فلسطين الحبيبه. وان شاء الله ربي يقدرني ويقدركم وارد التراب حق مكانه. هذا جاني اهداء ايام ما كنت في برنامج ضاعف وزنك، جاني من هناك اهداء لي وانا احتفظ فيه. فعندي اشياء كثيره، الصندوق مليان يا فهد. هذه اشياء مو زينه، علبه تدخين وكذا. هذه يروي طريقه ضبط الشباب في الرحلات، شلون نكبس عليهم ونصيد المخالفات اللي عندهم. هذا له تاريخ موجود. شنو اقول لك؟ شنو عندي؟ اخذ شيء على الشيء السريع. طبعا المؤلفات ايضا، مؤلفاتي وشنو علاقتها. خل اعطيك شيء اهداء، عندي اهداء. تدري هذا كتاب؟ شو طوله؟ اسمه ماي فادر ماي جايد. ماي جايد هذا اهداء لي من ولدي فيصل، كتاب صغير اهداء ولا قصه. شنو اوريك بعد؟ شنو اوريك على السريع عندي طبعا هذه ساعه جاتني اهداء من كابتن عمران الله يرحمه ويغمد روحه الجنه، كان هو مدربي في الاسكواش، توفي ايضا بمرض السرطان ربي ان شاء الله يعظمه، ما دارت عليها سنه الان، وهذه كانت هديه منه. وعندي روايتي مع عمران مدتها 10 سنوات. فبالتالي هذه السماعه اللي كنت اقدم منها برامجي على الهواء، سماعة الاير بيس مالت الاذن. قدم فيها تقريبا ممكن ما اعرف ممكن 300 حلقه او اقل او ازيد. ايضا لها تاريخ معاي وعايشه معاي. هذا اهداء من احد الطلب او احد ابنائي المتربين في نادي المصابيح، لما في اول راتب كان ولد عمره 14 سنه تخرج من الجامعه، وبعدين الله يجزيه خير اهداني دينار في داخل علبه، يعني تعبير عن انه كبر وتربى وصار موظف. ان شاء الله الفال لكم فهد. الصندوق هذا صندوقي، صندوق ذكريات. انا طبعا ما ابي اشكل على الناس اكثر، لكن وجود مثل هالصندوق، ايش كثر عندك روايات تقولها؟ ايش كثر عندك روايات كثيره؟ الصندوق اللي فيه صديقي وخلاص واختم عنده، هذا عاد هذا دبدوب تذكره؟ ما اذكره. لا والله ما دبدوب هذا كان يطلع معي في البرنامج على الهواء، طبعا شايل معاه يما يبا فهموني شريط ايضا، هذا البوم كاسيت. وعنده كوفيه الكويت وفلسطين كان هذه يلبسها، وعنده كوفيه سوريا الحبيبه وكان يلبسها. فاذا احنا نتكلم عن منتجات، فالصندوق فيه تاريخ. اخر شيء اختم ثويني الكرتون ال 30 حلقه اللي سويناهم ايضا هذه. اذا وجود صندوق مثل هذا يحمل تاريخ كامل لك ولك يا مربين يا معلمين يا مدربين يا مسؤولين. لما تقعد تطلع قطعه واحده وصير هي حوار اليوم. فبالنسبه لي فهد ايش سويت؟ اخذت تاريخي واخذت منه مقتطفات وحطيته في صندوق. حطيته في صندوق. فاقدر هذا الصندوق في الدورات، انت ممكن اقعد في الدوره كل يوم بتكلم عن حاجه، صوره ممكن انا اخذ صوره واحده بس واقعد اسولف فيها طول يعني طول وقت. مثال اعطيك مثال بسيط بس انا قلت اختم الساعه اختم بس. تدري هذا شنو؟ هذه قصاصات لكن فيها قصه كفاح عجيبه. قصاصات ورقيه، لكن هذه اسماء لاشخاص وعناوينهم كانوا ماسورين. فسوينا خطه، جمعنا الاسماء على قصاصات اوراق علشان اذا واحد طلع من الاسر وبعدين صار في ناس طالعين برا يعرفون الناس موجودين. خطط للمعيشة، شلون نعيش سواء كنا على الأرض ولا كنا وراء القضبان. أنا أتكلم كل واحد منكم أحبابي عنده قصة كفاح، عنده تاريخ جميل، عنده شيء يقدمه، لأن كل إنسان مميز. وجود هذا الصندوق في بيوتكم يا أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي الأباء والأمهات معلمين مربين، سيجعل جلستكم مع من تربون جلسة جميلة ورائعة ولا تنقطع. أضيفوا عليها إنجازاتكم كثر ما تحبون. نعم يا فهد. احنا استمتعنا دكتور، فما بالك بالاطفال ولا المراهقين. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك احنا العافية. انجرفنا ما حسينا بالوقت صراحه، صار لك ربع ساعه بس تشرح لنا ذكرياتك دكتور. انا وقفت لاني ابي اعطيه فرصه حق الاسئله، هي تاخذ يعني حيزها في الحلقه،
لكن أناشد جميع المربين سو صندوقك بإذن الله. دكتور ننتقل إلى فقرة الأسئلة. تفضل. سؤالنا الأول لليوم دكتور يقول لك كيف يتم التعامل مع الأطفال والمراهقين المدمنين على الألعاب الإلكترونية؟ فهد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أجبت على هذا السؤال كثيرا بالضبط. السلطة الضابطة لابد يكون في سلطة ضابطة، لابد يكون الأب والأم يحطون نظام، يتقعدون الأب والأم مع بعض ويسنون نظام داخلي في البيت، تالي يجمعون عليه العيال كلهم ويقولون لهم ما هو النظام ويبدأ التنفيذ. يزعل، يرضى، يشيل، يحط، يشدخ، تنشال الألعاب وتنحط في الأوقات المتفق عليها حسب نظام البيت، حسب المدارس، حسب العمر، بما لا يزيد إذا سمح لهم باللعب من نصف ساعة إلى ساعتين، هذا الحد الأقصى، وأيضا مجزأة وليست متواصلة. حق الكبار ممكن تكون ساعة أو ساعة، يعني لازم يكون فيه فاصل. الصغار لازم يكون أنصاف الساعة فقط حتى لا يصير فيه تعلق، لكن يكون في وقت ممتع في شيء نافع تحت مراقبة ولي الأمر. نعم. سؤال أيضا يقول لك دكتور كيف أتخلص من الاكتئاب وأحافظ على صلاتي بوقتها؟ إن صحت كلمة الاكتئاب هي حالة من يسأل، مباشرة غدا صباحا تأخذ موعد مع طبيب نفسي ويعطيك إن شاء الله الحل بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال أيضا دكتور يقول عندي مشكلة مع أختي أكبر مني وتعبت منها، كلها تعاملني كأني عدوتها، تكرهني وما أدري ليش يعني هذا الكره، وأيضا دائما ما تعدم من شخصيتي وكلها تفشلني قدام الناس، فما الحل معاها دكتور؟ هذه حالة شخصية، يعني أنا ما ثنتين خوات ربي حفظهم، ما في أخت تكره أختها، لكن تكره تصرفات من أختها، هذا وارد. أنا ممكن أنا أحب فهد لكن أكره تصرف عن فهد، هذا يحدث. وإن كان يجب أن لا يكون، انتبهوا معي، ما يصير في شيء مكروه بين الأخوان والأخوات أو حتى أخوك المسلم، حولوها الأحب وما أحب، لا تقول أكره. إذا كرهت معناته أنت حطيت حاجز بينك وبين الطرف الثاني. لكن لما أقول أحب أنا اندفعت، لما أقول ما أحب أجرب، إنما لما أقول أكره فأنا حطيت خط. هذه قاعدة عندي اسمها أحب، يعرفونها كبات النادي المصابيح كلهم. ولهذا نصيحتي لك يا بنتي، شيلي كلمة تكرهني وأكرهها ونكره، إلغيها واسألي نفسك ما هي الأسباب التي دعت هذه الأخت إنها صير عندها هذا النوع من النفور مني. حطي أسباب 1 2 3 4 5 وأجيبي عليها، ثم أخذي موعد. أختي أنا بقعد معاك، أكبر منك، أصغر منك، ما لها، أنتوا خوات، بقعد معاك وبقول لك أنا شفت منك 1 2 3 مصارحة اللي قلنا عليه 1 2 3 4 5، وأنا بالنسبة لي حابة أعرف. اسأليها ليش، سمعي من أختك ولا تقاطعين ولا تجادلين، اخذي الإجابات قولي مشكورة تسمحين لي أقعد يوم يومين أراجع أجوبتك وأرجع أتكلم معاك مرة ثانية، تقوليش تفضلي، ورجعي مرة ثانية عيدي النظر، يمكن فعلا مشاكل عندك، يمكن في اشياء عندك، ويمكن العكس. جهزي الجواب وقعدي اخذي موعد الثاني واشرحي لها، صارحيها بهدوء، من غير صراخ، من غير تسفيه، من غير تصغير، من غير تعالي ولو سمحتي ومشكوره وانا اسفه، مثل هذا الامر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ترجع العلاقه. اذا ما قدرتي استشيري من هو في البيت اكبر منك، الوالد، الوالده، اخت كبرى، اخ اكبر، وان شاء الله ربي يسر يصلح بينكم. لكن خطوتك هذه للإصلاح راقية، والله إن شاء الله يفتح عليك ويسر أمرك. آمين يا رب. سؤال من أحد الآباء دكتور يقول بسبب الأجهزة الذكية الجديدة وبرامج التواصل الاجتماعي أصبح هناك تهميش كبير لتاريخنا وحضاراتنا وعاداتنا دكتور، وللأسف يكاد أبنائنا لا يفقهون شيئا منها، فكيف ممكن ندمج ما بين الجانب المشرق من الماضي دكتور ودمجه بالحاضر وتربية أبنائنا على هذا؟ شق من السؤال صحيح، يعني كون أن الإعلام الآن يهاجم الإسلام ويهاجم المسلمين ويهاجم علماء المسلمين ويهاجم الدكاترة والاختصاصيين العرب والمسلمين، هذا واقع، هذه حرب واقع. إحنا يبقى الآن هل نسمح، وهذا هني دورك يا ولي الأمر، هل أنت تسمح لهذه الخزعبلات وهذه الأكاذيب وهذا الشتم والسب يدخل عليك؟ هذا قرارك، أنت تختار ما الذي يعرض على
على ذاتك وعلى ابنائك، هذا اختيارك. فبالتالي هذا كله انا اقدر استطيع ان اسوي له بلوك، اسوي نوت انترستد غير مهتم، نسوي سد كامل لهذا النوع من البرامج، نقعد داخل البيت وننتقي، تعالوا يا عيالي بناتي ايش رايكم، خلونا نختار 10 برامج نتابعها، نختار 5 اشخاص نتابعهم، وناخذ قرار بيننا وبين ناخذ مع بعض عهد ان احنا ما ندخل على شخصيات جنسيه او شخصيات غنائيه او شخصيات تمثيليه سيئه. يصير في نوع من الثقافه والتنوير داخل البيت ان احنا خلي يقولون اللي يقولونه، ما يصح الا صحيح. الانسان على قولة شيباننا لا تبوك لا تخاف، لا تخاف لا تبوك لا تخاف، احنا خلي يقولون اللي يقولون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ايامه شتموه وسبوه وحاولوا يهنونه، ولكنه هو غني، الله أغناه عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سمعته سابقته من قبل ما يصير النبي، معارفين هو الصادق الأمين. ولهذا الله يحفظكم، لن نسلم من إيذاء المؤذين والذباب الإلكتروني، هذا موجود ونعرف من اللي يديره ومن اللي يحركه، لكن لا يكون هو شغلنا. انشغل يا والدي يا أمي، انشغل بما تريد عما لا تريد. فإذا ماذا نصنع؟ نسكر النوافذ السلبية ونفتح النوافذ الإيجابية بالاتفاق والتعاون ويا عيالنا مع المراقبة والمتابعة، وربي إن شاء الله ييسر لنا ويبعد عنا هؤلاء وأيضا شيطنتهم أيا كانت وأيا كان أثرها. آمين. أيضا دكتور، من ضمن السؤال كان حاب إنه يشرح إن البساطة اللي كنا عايشين فيها وإحنا صغار، اللحمة ما بين الجيران، الأشياء هذه دكتور اللي ما عادت تكون موجودة حاليا. سهلة، الصندوق 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 يرجع لك Save Our Souls SOS. هذا مفهوم شلون عشناه لما البساطة. شنو معنى الراتب، السكن، البيت، هذا كله هي الذكريات بالضبط. الماضي عيالنا ما شافوه لأنه ماضي انتهى. أنا أحرق أرجع الأمس؟ لا طبعا، لكن أقدر أرجع الأحداث أقولها. ولهذا السؤال هذا صعب، السؤال ذكي، شلون الماضي أعرضه؟ أنت تعرض الماضي بصورة جميلة، الماضي جميل بأهله ووقته، والحاضر جميل بأهله ووقته، والمستقبل جميل بأهله ووقته، كل الوقت كل الزمن جميل إذا أحسننا استثماره. فإذا صندوق الذكريات هو علاج هذه النقطة، شلون نرجع هذه القيم نعرضها لعيالنا ونمارسها. هو الشق الثاني، لما ولدي يشوفني وأنا أتبسط وأنا أقعد وأنا أتواضع وياه وأنا أسلم عليه وأنا أحب رأس، لما يشوفني وأنا أسلم على أبوي وعلى أمي، يشوفني وأنا أسلم على جدي وعلى جدتي، يشوفني شلون أسلم على جاري، إحنا نعيد هذه البساطة وهذا الرفق اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواقع. فولدي يسمع مني ويشوفه، فبالتالي هو عايش بقيمة الماضي في وقت الحاضر. نعم. سؤال يقول لك دكتور، كيف نجعل المراهق يضحك ويمزح من دون ما يغلط، كون لا يوجد مربي في حياته وعنده تهذيبه عفوا يغضب ويزعل؟ يعني هذه ايضا حاله خاصه. انا فهمت من السؤال انه ما في اب موجود لاي سبب، ما بين قوسين مطلقه، الاب غايب، مسجون، مسافر، يدرس، مهمل، ما ندري ما نعرف. انا اتكلم عن، انا دائما احب اعمم الحالات. إذا الأم تفردت في تربية ابنها من دون وجود رمز رجل في حياته، طيب هي ليست مقطوعة من شجرة، الأب مهمل، زي وين الخال؟ وين العم؟ وين الجد؟ وين الجد الثاني؟ وين ابن العم؟ نعم الأم ما تقصر، الأم تقدر تغطي 60 70 80% من التربية، لكن في جانب لابد يكون في احتكاك رجل في حياته. إذا بالدرجة الأولى قومي بدورك وربي سبحانه وتعالى يوفقك. الأمر الثاني، شوفي احد من افراد العائله، ومعقوله ولد مقطوع من الشيره، لابد انه يكون في احد يساعده. ما في على الاقل الصحبه، المعلمين، مدربين، مربين، في احنا ما اعرف وين المكان، البلد اللي هي فيه المكان، تشوف مكان دورات، البرامج، متابعه شخصيات، هذا كله يساعد. الامر الثالث، لابد يكون في سلطه ضابطه في البيت، انت اللي تعطينا المصروف، اللي انت تودين وتجيبين، وانت اللي تدرسين، قاعدين معاه وحطي نظام للبيت ويلتزم فيه. إذا ما التزم أنت بحاجة إلى تتابعين اختصاصي نفسي أو تربوي، لأن أكيد في أشياء خاصة تسببت بمثل هذا الأمر، أو هي ما وراء الذي يفعل ابنك، ما أقدر أجاوب لأنها تعتبر حالة خاصة، لكن هذه إجابة عامة لكل من يربي وحده دون وجود الأب معه. ربي يوفقكم إن شاء الله.
آمين يا رب. أيضا سؤال من أحد الآباء يقول لك: كيف نشجع المراهق على تقدير ذاته؟ تقدير الذات كلمة جدا حلوة وجميلة ويطرب بها علماء النفس، والآن كثير من المدربين ويتكلمون فيها مصطلح الأجنبي والعربي. نعم، التقدير الذات منبعه الذات. إذا لابد أولا أنا أتعرف، رقم الخطوة الأولى عشان أقدر ذاتي لازم أتعرف عليها، فأتعرف علي، أتعرف علي وأشوف إيجابياتي وأشوف سلبياتي، أشوف قدراتي، أشوف محبوباتي، أشوف مكروهاتي، أشوف إنجازاتي. فالإنسان لما يشوف نفسه ليس الصورة المزيفة، يشوف الصورة الحقيقية فيقدرها. ليش؟ فراح يشوف شيء يحتاج إلى افتخار وإلى إبراز ولا إظهار، مثل النجاحات، وراح يشوف إلى إخفاقات عنده في حياته. عنده ذنوب، كلنا عندنا ذنوب، عندنا أخطاء، كلنا عندنا أخطاء، إخفاقات فتحتاج إلى معالجة. كونه يشوف نجاحه ويفتخر فيه ويشوف عيبه ويسعى لعلاجه، هذا هو تقدير الذات. فتقدير الذات الافتخار بالإنجاز والسعي وراء تكراره، والنظر إلى السلبيات أو الإخفاقات بعين المعالجة ومحاولة تعديلها، هذا أهم شق رئيسي في تقدير الذات. فهو قدر نفسه الآن، أنقذها، ارتقى بها، رفعها. الأمر الثاني العبادة. ثاني أمر مهم جدا أنه هذا الإنجاز الأول لمن صنعه حتى يقول الناس لا، حتى يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أيضا يساعد الأمر، هو نعرفه على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على أصحابه، ثم التابعين. لما يشوف هذه الإنجازات في حياتنا الإسلامية وفي من سبقه من أسلافه، يدفع في نفسه التحرك إلى تقدير من هو. مو أنا ولد محمد ولا ولد خالد، لا، أنا ابن هذا الدين العظيم. أنا من أنا 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 إيش قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إخواني، أنا أخ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أكون من أهل حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالسه وحادثه يوم القيامة. ماذا قال؟ فتبي تصير يا ولدي من مجالسي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم يا أمي. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إذن هذه ثلاثية سريعة تساعد في تقدير الذات إن شاء الله. بإذن الله. سؤال يقول لك: دكتور، كيف نتعامل مع الطفل الذي انتقل إلى المتوسطة بعد الابتدائي وخلاص الرغبة راحت، ما وده يدرس، خلاص 4 سنين مرتاح؟ ما أعتقد الأربع أو خمس سنوات ابتدائي هي السبب. الظرف ظرف أجواء كورونا والقعدة في البيت والكسل وطول العطل وقلة أوقات الدراسة وما عاد في محاسبة، أعتقد هذه هي سبب من الأسباب. اللي يجب، وأنا قلت هذا الكلام في حلقات سابقة، يجب أن يكون الساعة الدراسية ساعة مدرسية وليست ساعة سريرية يا طلبة الجامعة، ليست ساعة سريرية يا طلبة الجامعة، ليست ساعة حمام يا طلبة الجامعة، ليست ساعة مطابخ يا طلبة الثانوية، ليست مجالس، إنما ساعة مدرسية. يعني ألبس الزي المدرسي وأجلس على طاولتي الدراسية وأحط كتبي وأوراقي وكأني جالس أمام المعلم داخل الفصل. لكن لما الولد ينام على فراشه وأمه تركض وراه بالكمبيوتر أو بالتليفون، يروح المطبخ يسحب قهوته وشايه وقاعد يسمع المحاضرة، يدخل الحمام يأخذ الشاور ماله وقاعد حالته وقاعد يسمع المحاضرة، وينام ويشوخر والمدرس يسمع الشخيرة وياخذ، أكيد سيكون هذا هو حاله. إذن علاجه أن تكون الساعة الدراسية ساعة مدرسية منضبطة بكامل تفاصيلها، هذا هو الحل. أما غير هذا معناها هزل، وأنا لا أجب على ولا لن أتحدث في الجانب الهزلي. إن كان هو الجو البيت هزلي، ما عندي إجابة لهذا الأمر. نعم. سؤال من إحدى الأمهات تقول لك: دكتور، ابني عمره 19 سنة، قد خسر أعز صديق له قبل عامين في نهاية مرحلته الثانوية دكتور، وقد أثر ذلك على مستواه الدراسي واختيار تخصصه، وما زال يعاني من فقدانه، فكيف ممكن نخرجه من الحالة النفسية اللي مر فيها دكتور؟ غدا إن شاء الله تأخذون موعد مع أخصائي نفسي، لأن ما أعرف السبب الفقدان هذا حقيقي ولا غير حقيقي، لأن أنا ما أعرف، قد ما يكون حقيقة، قد يكون جدار يختبئ خلفه، أو يكون قد يكون حقيقي. طيب ما العلاقة التي جمعت هذين الاثنين معا، مع من رحمه الله يعني وتوفي ومع هذا؟ ما أعرف، حتى نطرح بديل.
فإذا اختصاصي نفسي طيب خاف الله يقعد يفهم الحالة ويعطي إن شاء الله. هي إن شاء الله سهلة، تحتاج بس معرفة السكة. السؤال هذا لا يدلني على السكة، فبالتالي موعد مباشرة مع اختصاصي نفسي إن شاء الله يساعد. سؤال من أحد الأبناء يقول لك: شلون أجمع بين والدي؟ حاولت بشتى الطرق وأولها المصارحة لكنها ما نفعت. طبعا كيف أجمع بين والدي؟ مع أنه قد يقصد فيه خلاف بينهم، أو يقصد فيه اختلاف في طريقة التفكير، أو قد يكون في بينهم حالة انفصال أو حالة طلاق، أنا ما أعرف. فكيف أجمع بينهم؟ اللي هو سواه صح. الله يصلح حالك يا ولدي، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ربي يقر عينك إن شاء الله في صلاح الحال بين والديك. هذا التحرك والشعور بالمسؤولية تجاه الوالدين، هذه رجولة كبيرة، هذا نضج كبير جدا. ذكرني في نهاية الحلقة فهد، راح أتكلم عن في الحلقات القادمة لها، هي جزء من هذا من هذا النضج. لكن حالة والديك يا ولدي حالة خاصة، في تفاصيل ما أقدر أجاب. فإنما أنت الذي تفعله هو الصواب، تستمر في النصح في التوجيه، ثم إلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى شخص حكيم في العائلة، يعرف أبوك وأمك، هو اللي ممكن يساعدك في دلالة الطريق. لأن قد يكون في بينهم خلاف فعلا، قد يكون الانفصال هو العلاج، قد يكون الطلاق هو علاج، وقد يكون هناك الجلسات التوفيق بينهم أو التوافق هو العلاج، ما أعرف ما هو. أنا طبعا أنصح بهذا، أن يصير في محاولة، لا أشجع على الانفصال ولا أشجع على الطلاق، ولكن أشجع على محاولة العودة واللحمة الأسرية، لأن هي الأنفع للطرفين. لكن لكل أسرة ظرف، فأعمل بهاتين النصيحتين استمرارك وحكيم الأسرة حتى يساعدك في الأمر، ربي يصلح حالك، ودعو سأل الله سبحانه وتعالى يصلح بينه، وربي إن شاء الله يصلح. يقول لك إحدى الأمهات: دكتور، أنا أم لطفل عمره 3 سنوات وعصبية، فكيف ممكن أتخلص من هذا الشعور أو من هذا طبعًا. كم أنا متمالك، حطيت أنا قبل يومين على الستوري، أعدت الحلقة مرة ثانية، ادخلي يا أمي على اليوتيوب دكتور محمد لثويني، كم أنا متمالك. حلقة الجزء الأول منها يتكلم عن هذا التفصيل، شلون تكوني أنت تحتاجين ابنك. ما له ذنب، مهما تحرك مهما فعل ليس له ذنب، أنت الكبيرة وأنت العاقلة، وأنت ما شاء الله تسترشدين، أنت تطلبين وتستشرين، وهذا شيء راقي، ربي يطول عمرك يحفظك يحفظك عيالك. لكن يجب أن تتعلمي التمالك. وها لا تعتقدين أنك إذا سمعت الحلقة الآن بعد ربع ساعة ستكوني متمالكة، لكن ستفهمين حالة الانفعالي وتحتاجين وقت، ويعني مع سامحوني الوقت راح يكون من 1 إلى 4 سنوات حتى تتحولين إلى متمالكة، ولكن من الآن ستتعاملين مع هذا الحال والعصبية بطريقة أفضل وأفضل وأفضل، إلى أن إن شاء الله تتمالكين نفسك. لكن هذا ولدك، وخافي عليه وداريه، واشغليه حدي حيله باللعب والحركة حتى ينشغل بالنشاط الجميل اللي من ابتكارك، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تخف هذه العصبية إن شاء الله. نعم بإذن الله. أيضا سؤال من إحدى الأمهات تقول: صارحت نفسي، لكن كيف أصارح أطفالي أني أريد الطلاق لأجل نفسي ولأجله؟ والله أنا ما أحب الطلاق يا فهد، ولا أشجع عليه ولا أدفع فيه، لكن أول خطوة الأولى صارحت نفسها، جزاها الله خير، ويمكن هذه تبعت نظام إحدى الحلقات. طيب صارحتي نفسك وجلستي مع زوجك واتخذت قرار، هذه الخطوة الأولى قبل العيال، تقعدون أنت مع زوجك، إذا فعلا وصلتم إلى سد في استمرار الحياة الزواجية بينكم، إذا لا تجعل هناك سدا بين الأب والأم والبنين والبنات. أنتوا ما تبون تكملون، هذا قراركم، إذا وصلتوا لقراركم، ولا لا أشجع على هذا البتة نهائي، لا أشجع عليه. لكن إذا اتخذتم هذا القرار، الآن فكري أنت مع زوجك قبل ما تطلقون، كيف أنتما معا، كيف ستصارحون البنين والبنات، تشرحوا لهم أن هناك تغيير في هذه العائلة، رقم واحد، وهذا التغيير يستوجب بعد الأبوين عن بعض، ولكن رقم ثلاثة أنتوا راح تظلوا الموجودين بهذا النظام، الأبو راح أشوفكم هالكثر، الأم راح أشوفكم هالكثر، تربيتكم راح تصير بهذا الشكل، مدارسكم هذا وضعها، واطمئنوا السايق ودي ويب، خلي يفهمون، بيزعلون يوم يوم، البحرين خلاص بيتعودون على الوضع. فإذا أنت مع زوجك، أنتوا الاثنين وليس أنت، إيش راح يقولون؟ أنت اللي طلقتي، أنت اللي ما تبين أبونا، أنت اللي بعدتينا عنه، أو العكس، فهني يكون صعب عليك، أنتما معا. ومسألة سهلة، قعدوا قولوا عندنا مشكلة، علاجها بهالطريقة، لكن وياكم
هذه حياتنا راح تكون، فيطمئنون، وإذا زعلوا فترة إن شاء الله يرضون تاني بإذن الله. سؤال من إحدى الأمهات أيضا، تقول لك بنتي عمرها 15 سنة وهي بنتي الوحيدة، ودي أعطيها بعض ملابسي والذهب اللي كنت ألبسه لما كنت بعمرها، لكنها مهملة جدا وأخاف تضيعهم، وأيضا ودي أعاملها، ودي أعلمها عفوا الاهتمام بممتلكاتها وذكرياتها، فكيف أفعل ذلك؟ يعني هذا أيضا سؤال الجواب من ضمنه. أول شيء أنا أشكر هذه الأم يعني الطيبة وتحب عيالها وتبي أنا أحب هذه الخصلة، تبادل الملابس بين الكبار والصغار وبين الأخوان والأخوات وبين الأم ويا بناتها، وتعطيها من ذهبها ومن تراتشيها ومن حليها. لكن تعالي أنا بعطيك هذه الأم المنانة، تعالي أنا بعطيك هذه التراتش، بس ديري بالك مو ضيع، أنت مهملة أدري فيك، بتضيعينهم بتطيحينهم بالروح، لا 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 خلاص يبعوع ما بيك ولا بيذهبك. لكن نهيئ، تعالي يا بنتي، بنتي غاليتي وانا اعزك وراح البسك، ودي تلبسين ملابس اللي كنت انا البسها بعمرك، لكن ابيش تعطيني ضمان شلون بتخشينهم وين بتحطينهم. يعني الحكي لك يا جاره ما بيها شيء، يعني هذه بنتك وهي وهي يعني غلاها اللي عندك كله، لو اللي عندك كله راح بنتك اغلى، فبالتالي هي راح تحس بهذا الشيء. تعطينها قلتها اعطيك ترد لي اليوم، هتخليني عندها، تعالي يا بنتي البسي عندي من دولابك انت مال الذهب او مال اكسسوارات، وتعالي اليوم انزعي عندي. خلاص ما نظام، حطي نظام يعطيك كفاله ويعطيك ضمان ان اغراضك مصانه. البنت مع الوقت راح تتعلم، تي عندك يوم ما ابي البس من عندك، تعالي لبسي هذا. خلاص واحنا متردين من الطلعه اخذي منها، تعالي بنتي حطي في مكانه، خلاص انتهت المساله. ولا ولو ضاع او انكسر يصير مع الكبار والصغار، لا تسوينها قضيه، قولي يا بنتي فدوى لك، انت اغلى منه، بس ديري بالك على الاشياء الجايه، تعالي اعطيك واحد ثاني. البنت بتحس بالمسؤوليه، حمليها مسؤوليه، انت بعد بنتي اعطيني شيء من عندك ودي انا استخدمه او كذا، يصير في تبادل عطر شيء طيب ربطه داخل البيت عن خاطرها، ويما ورجعي لها فتشوفك وهي عندك وتشوفك وهي عندها، تتعلم منك ان شاء الله، والله يصلح لك هاي بنيتك، علميها ودربيها ووسع صدرك عليها، وابدي بالاشياء الرخيصه بعدين الغاليه عشان لو ضاعت ما يضيق خلقك. سؤال أيضا دكتور، يقول لك ابني تراجع عن الدراسة رغم أنه في الابتدائي والإعدادي كان من الأوائل، والسبب لعبة اسمها فري فاير الظاهر. الآن أنا أخذت منه الهاتف ولكن لا يريد أن يجتهد رغم المحاولات الكثيرة مني ومع أبوه أو بالتعاون مع أبوه، ولكن باءت بالفشل. أنا ما أحب هالأسئلة، ما احب ان الابو والام ما عندهم سلطه. كم عمر الولد؟ ما ذكرت، يعني بالمرحله الثانويه الحين دكتور. خلاص هاي مسؤوليته، تعالي وين نظام البيت، 1 2 3 4، انت عشان تحصل على مصروفك تقعد تدرس كل يوم الكثر، انت عشان تطلع طلعاتك لازم تسوي 1 2 3، ما يبي خلاص خليه يتحمل مسؤوليته. دكتور ابراهيم الخليفي الله يحفظه ابو عبد الله واضح في هالمساله هذه، خلوه يتحمل جريره فعله، خلوه يتحمل مسؤولية أفعاله، لكن ننوره نعلمه نشرح له نساعده في الاستيقاظ في الترتيب، لكن ما نعطيه ما نغدق عليه ما نرهي عليه إلا لما يلتزم بالنظام. عاد النتيجة شنو تطلع؟ هذا رزق، فلا بد يكون السلطة الضابطة تتحرك مرة ثانية. يا الله يحفظكم أبو عبد الله، أبو عبد الله حطوا السلطة الضابطة أمامكم ولكن بعقل وبلين، حب وحزم. ايضا سؤال يقول لك دكتور، زوجة اخي تشبه الى حد كبير الشخصية النرجسية، فشنو الحل معه؟ ما يعني انا ما ادري منو قال انها نرجسية، انا لما احكم عليها انها نرجسية فانا اسقط عليها حالة نفسية او حالة مرضية، تشخيص هذا يعني. فاذا فعلا انتم في البيت شايفين عندها العدوانية ورفعة الصوت والتسلط والأذية فعلا طاغية، والكل استشاري نفسي على طول، استشاري نفسي، ما ليس سؤال في الحلقة. لكن والله هي تعتز بذاتها، وفعلا هي لما تتكلم هي وياها حق، وانتم مأذينها ومضايقينها صوتها شوي عالي او مرات قط كلمات، هذه قضية كلها أدب، تحتاج دور الأبوين يتدخلون، قلت له لو سمحتي وكفى عند حدك، تكلمي بهدوء، تتكلم بهدوء، لا تشتمين، اعتذري، تتأسف. إذا كانت قضية سلوكية يدخلون تدخلون الوالدين في ضبط هذا السلوك.
ضبطه وتعديله. اذا كانت لا في اجماع في العائله ان عندها هذه المعاناه لا استشاري نفسي حتى نساعدها حتى تكون انسانه محبوبه، لان كلمه نرجسيه معناتها في حاله نفسيه تحتاج الى استشاري نفسي. دكتور نختم بهذا السؤال قبل لا نقول الأشياء الباقي. زوجتي يعني يعاني أحد الآباء أن زوجته تغار من بنته، فشنو الحل يا دكتور؟ من اللي غار من منو؟ زوجته تغار من بنته. لا لا أنا بالناس يسمعون شنو شلون الزوجة تغار من البنت؟ كم عمر البنية يعني؟ ما أدري والله ما قال. يعني صراحة يعني أنت من طالع من بطنك من وين جاي؟ بتغارين من اللي طالع من بطنك نصها منك ونصها من أبوك. لكن لنفترض أن فعلا هناك تفريق في المعاملة، يعني الأب مهتم، في بعض الآباء في بعض قليل يهتمون بالعيال اهتمام كبير جدا مع إهمال الأم مع زائد إهانتها أمامهم، هني تسبب الغيرة ممكن. لأن شخصية الأم مو معززة مو مكرمة. ممكن أنا ما أعرف السؤال بالتفاصيل، ما عندي تفاصيل، ولهذا هذا خطر. فإذا كان انتبه يا أمي، إذا كان الزوج معطي الأم مكانتها ومكرمة ومعززها ومهتم وتغار ببنتها، الأم هني الزوجة عندها مشكلة، تقعد معاها وتصارحها يا أم فلان أنا سويت 1 2 3 4 5 وبدر منك 1 2 3 4 5 وهذا مو زين، هذا واضح ان انت قاعد تتفاعل بصوره يمكن مو شايفه مو حاسه. فاذا انت معطيها كل حقوقها ومع هذا عندها هي تحتاج الى علاج، تقعد معها تصارحها وتضعون بدائل. قد يكون هي حساسه شويه، انت بعد تراعيها وتضحي في بعض الامور تخف من بنتك شويه معلوم. لكن اذا لا انت مأذيها ومقصر بحقها وقاعد تقلل من قيمتها دابنيتها، انت اللي عليك الحق، فغيرتها هنا مشروعه من حقها. لأن من عواميد الغيرة المؤججات الثلاثة اللي هو إهانة الذات أو الخوف على الذات، فأنا أغار على نفسي فأخاف عليها فأبي أحافظ على مكانتها. فإذا هي حالتين، يا هذه يا هذه، وعطيتك علاج الحالتين. في النهاية الأب والأم والبنت أنتوا عائلة واحدة، أنتوا بيت واحد، أنتوا كيان واحد، حافظوا على ذكراكم الطيبة وحاولوا تعالجوا مشاكلكم بالمصارحة السهلة البسيطة إن شاء الله بإذن الله. دكتور طلبت مني أذكرك بشغلتين، تبي تبدي بالأولى؟ صندوق الذكريات. إيه صندوق الذكريات. صندوق الذكريات في جانب، أنا ذكرت الجانب المشرق، الجانب الإيجابي، الجانب اللي حبي نقوله، أكود عندنا ذكريات مو زينة، عندنا أخطاء، عندنا إخفاقات، عندنا معوقات، عندنا ذنوب، صح يمكن تبنا واستغفرنا بس عندنا شيء ما نحبنا، ولهذا أكو ناس يخافون من يرجعون للماضي لأن لازم يمر على الأحداث السلبية، كلنا عندنا هذا وما راح يلغي. خليك شجاع. طيب ماذا أصنع؟ ثلاث أشياء. رقم واحد الذكريات السلبية مو لازم تقولها حق عيالك. رقم اثنين، هاي واحد، إذا في ذكريات أخشها مو لازم أقولها خلاص راحت، في ذكريات سلبية لكن تفيد عيالي، أخطاء ما تعيبني وتفيد عيالي قولوها لهم. طيب إذا في أنا ظلمت أحد يدري ولا ما يدري؟ شو يقول برنامج تواصل؟ حللني. من فيكم اللي فيكم يسمي دز كف؟ منو عنده أب أو أم أو خالة وجد راح الحج وقال حللوني رايح الحج يمكن ما أرجع؟ شنو يعني حللوني؟ يعني سامحوني على اللي سويته واللي ما سويته واللي تعرفونه واللي ما تعرفونه، عشان لما قابل ربي ما تحاسبوني ولا حاسبكم. الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبه في حديث رواه البخاري، من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها. يعني فهد الحين نسوي نموذج فهد. نعم. حللني. حللك اكيد، محلك دنيا واخره. شنو يعني محللك؟ يعني ما خلاص ما ابي احاسبك على اللي اعرفه واللي ما اعرفه. نعم. اذا صندوق الذكريات يعلمنا، لان في ناس ما يحبون صندوق الذكريات والسبه، هذا ما يبي يتذكر الهوشه اللي صارت بينه وبين ابوه، قصر ويا خاله، قصر ويا أخته، الفلوس اللي عليه، إلا الدين سدد. طبعاً إذا أكو ناس أذيتهم ما في مشكلة، أستغفر لهم، أسوي لهم مشروع معاي، أرجع لهم حقوقهم. أكو أشياء مثلاً معنوية أنا ما أقدر والله طقة أقولها تعطقني، أو قلت عنها كلمة، أو تحرشت، أو سويت، خلاص استغفر له، قول له حلل، قول لي ما أنا ترى تعديت عليك وعلى مالك أو على البيت أو على كذا، حللني.
الكريم الشهم يحلل. ليش؟ ليش؟ جمهورنا ذكي، لأن منو اللي بيعطيك البديل؟ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الغفور، الغفور الرحيم. تتوقعوني أبنائي بناتي تتوقعون إن الله يرضى أحد يصير أرحم منه ولا أكثر مغفرة منه؟ ما يرضى. فإذا أنا حللت الناس وغفرت وسامحت مثل الصحابي اللي تبرع بعرضه، تصدقت بعرضه، يقول يبقى اللي غلط علي أنا مسامح، الله ما يقبل. فالله سبحانه وتعالى راح يغفر لك، راح يسترك في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة ترى مهيب. تصور إحنا يعني هذه من ضمن الذكريات، لما أنا أتذكر اللي مات وأهلي وربعي، أتذكر المواقف اللي مات، في ناس أبوه مات ما مدى يقول حللني، أبوه غضبان على ولده حللني. عشان شي أنا أقول وإحنا أحياء نحلل بعض، لكن إذا مات الأبو شو تسوي؟ مات الولد شو تسوي؟ ماتت الأم شو تسوي؟ أكو ناس يظلون طول عمرهم ذكرياتهم سلبية لأنهم ما تحللوا من أبهاتهم ومن أمهاتهم ومن عيالهم. ولهذا خلي يكون شعار كل ليلة حلل وشوف الله شو يعطيك، أحسن ما تدخره يوم القيامة إن شاء الله. هذه رسالة تواصل من ذيك ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. في شيء دكتور تبي تضيفه على عنواننا اليوم؟ هذا هو ذكريات حللني، قلتها بطريقة، لأن احنا قلنا بالبداية الجانب الفرايحي المشرف. في النهاية طيب، والجانب الأظلم بالثلاثية اللي قلت عليها وآخرها حللي. نعم دكتور، بالنسبة للحلقات القادمة شلون راح تكون؟ اليوم احنا طبعا بشرة سارة، احنا اليوم خلصنا مسار توينين رقم ثلاثة برنامج الثالث، اليوم 24 حلقة ترى، ووصلنا 95 بثها على الهواء. شكرا لكم متابعتكم، اشكر الله اولا، اشكر الله سبحانه وتعالى اولا، ثم اشكركم على متابعتكم، واشكر فريق ابتسم، ولهذا اقول لكم حللوني فريق ابتسم، خاب اذيتكم ورضيتكم بالبرامج السابقه. والبشرى شو تقول يا فهد؟ سنبدا من يوم ان شاء الله، من اليوم القادم. احنا شنو اليوم؟ الاربعاء ان شاء الله. احنا اليوم شنو؟ اي نبدا الاربعاء، هو همسات راح يكون الرابع، لكن نكمل نفس الطريقه، راح نعطيكم دوره 12 حلقه اسمها اعطوني المفتاح. نعم. اللي يبي يتعلم كيف ينضج عياله ويصيرون قادة لذواتهم حياه الله. يا ولدي يا بنتي، تبون تتعلمون كيف تكونوا قادة لذواتكم من الأربعاء القادم، قاعدة اسمها عطوني المفتاح. 12 يوم على كل حرف راح يكون يوم. نعلم الآباء والأمهات والبنين والبنات كيف يكون البنين والبنات قادة لذواتهم، وهذا النضج نحو الرجولة والأمومة إن شاء الله من الحلقة القادمة. هدية فريق ابتسم لكم في الأيام القادمة إن شاء الله. بإذن الله. دكتور تجاوزنا الوقت، فعندك أي شيء ثاني تبي تضيفه بعد؟ شكرا لك، بارك الله فيك فهد، وعلى مداخلاتك وأسئلتك الجميلة. شكرا لكل من تابعنا ويعني زاملنا في الحلقات الماضية، ونقول لكم حياكم الله معنا في همسات وين الرابع القادم مع عطوني المفتاح، دورة إن شاء الله مباشرة من خلال شاشة الزوم، عفوا شاشة الانستغرام والتويتر. نعم. هذه تحية فريق ابتسم، وشكرا لكم، وهذه تحية فهد العمير، وشكرا لكم، وهذه تحية دكتور محمد فهد الثويني. ألقاكم على خير ومحبة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.